فيش وصف يعني لا للقتل ولا للتدمير ولا شو بدها تصفلش ولا الأطفال، يعني إشي ما بيسووش العاكل يعني. مع كل هذا الله ينصرهم إن شاء الله. ظاهرة منيحة بس بدها ناس، بدها ناس إنه يجوا يوقفوا هنا، لازم بالآلاف يغدوا هنا، لازم الطيبة تغدى هنا بالآلاف، مش لازم يغدوا هنا حوالي 50-60 واحد. لكل الشباب على كل، لازم ينضموا الشباب على كل مظاهرة بتصير ضد الاضطهاد، ضد القتل، وضد اللي شو اسمه اللي بيعملوه بغزة واللي بيعملوه بالضفة كل يوم والثاني. شو هدا؟ واحنا مش لازم نطلع من هاي الأرض، هاي احنا جذورنا فيها.